أو الفريق الجيش الملكية خاصة على مستوى خط أمامي على اعتبارنا فريقنا بيكوريفكا يقوم بقطع هذه الكرات. كرة نجيب في شبكه كوري فرصه مناسبه او تبركنين هدف الهدف الاول رشيد تبركنين يحرر مباراه الذهاب والاياب من العقمه التهديفي. كرة من جديد لعناصر فريق الجيش الملكي داخل منطقة العملية تالي فرصة إمكانية تصويب يوسف أنور ولكن ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء لعناصر فريق الجيش الملكي على ما يبدو. الكرة اللي كانت داخل منطقة العمليات ف يعني كانت نوعا ما قوية. شاهدونا الإعادة يوسف أنور تصويب لمسات يد المدافع فالحكم يعلن على انها داخل منطقة العمليات وضربة جزاء لصالح عناصر فريق الجيش الملكي. الطريقة اللي جات بها الكرة الماضية كانت مباغتة داخل منطقة العمليات. احنا غنتابعوا الان طبعا ضربة جزاء عبد الرحيم الشاكير يسعد كي ياخذ المسؤولية يتقدم وهدف هدف لصالح فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم الشاكير يعدل الكفة بهدف من نقطة الجزاء. فإذا كان فريق أولمبيك خريبكا ضيع هدفا في مقابلة الذهاب من نقطة الجزاء فعبد الرحيم شاكير يسجل هدف من نقطة الجزاء وهو هدف التعادل وبالتالي واحد الواحد بداية نحو التقدم ونحو إيجابي. الكرة الماضية كرة أمامية فرصة هدف تغييرات المقابلة من خلال الهدف اللي شاهدناه منذ لحظات. كما قلت المقابلة ستعرف احتمالين إما أن فريق أولمبيك خريبكا يؤكد الانتصار أو أن فريق الجيش الملكي يعود في المقابلة ويسجل هدف التأهل. فكيف كنتابعوا يعني اللقطة ديال الهدف جميلة جدا. كرة اللي كانت داخل منطقة العمليات وهدف اللي كان مباغت هدف بجم طريقة جميلة. شوف ردة فعل ديال المدرب اكيد انه غيكون سعيد جدا رشيد الطوسي وعبد السلام الجلون يضع الكرة في شباك رفقة عبد النبيل الحراري. اعتقد ان الامور ديال فريق اولمبيك خريبكا ساءت بشكل كبير خاصة بعد تسجيل الهدف. وشاهدونا هجمة مرتدة مضادة 3-4 ديال اللاعبين ضد لاعب واحد. فرصة من جانب ايوب الخريقي كينطلق فرصة داخل منطقة العمليات غادي يصوب بلاغ يخلي الكرة الخلف خطيرة هدف بلال بيات ينهي المقابلة. هذا هو الهدف الذي ينهي المقابلة ويعتبر هدف القاتل الكاوين صح التعبير. بهالطريقه هذه اللي شاهدنا الكره يعني اللاعبين ديال فريق اولمبيك خريبكا بعد تسجيل الهدف اللي هو الهدف ديال التعادل او الهدف ديال طبعا جوج الاهداف مقابل هدف واحد فكنقول بانه طارت الحفيظه ديالهم وصعدوا كاملين الخط الامامي وخلاو المنطقه ديال الدفاع فارغه. وشاهدنا بهالطريقه هذه جاء هدف اخر قلت بامكان انه يضاف هدف اما ان فريق الجيش الملكي يعني اكد القوه ديالو ايضا واكد المرور ديالو او ان فريق اولمبيك خريبكا